دار الجيبوتي. هزيمة 2-0، الأمور بقت صعبة، بقت معقدة، مفيش حاجة مستحيلة، يقدر الزمالك يكسب يعني 3-0، وارد، كل حاجة في عالم كرة القدم وارد. الريمونتادا وكرة القدم اتعلمنا كده فيها كتير. هما هدفين، هدف بقى أول شوط، هدف تاني شوط، القصة تحصل إزاي؟ الجيم مقفول هنا؟ لا مش مقفول، ما زال للحديث بقية. ولكن خلونا نقف في لقطات كتير مهمة جدا عشان بس نبقى عارفين احنا رايحين فين. الزمالك هذا الموسم على فين؟ الزمالك حله الوحيد في مستقبله بعد الانتخابات والمجلس القادم او الناس اللي جايه او الناس اللي موجوده تفتح القيد وتبتدي في يناير الامور تختلف. غير كده الزمالك السنه دي هيبقى في ازمه. دايما كنا نقول مثلا، انا دايما واحد صاحب نظريه ان المكسب للكل، اداره، لعيبه، جهاز فني، مجلس اداره، خساره على الكل، نفسي يعني كله بيعيش النجاح وكله بيعيش عدم التوفيق. منظومه اتكلمنا كتير مع لعيبه نادي الزمالك، واتكلمنا كتير على لعيبه نادي الزمالك، ويعني قلنا المكنه هتطلع قماش، المكنه هتطلع قماش. لعيبه الزمالك الحاليين المكنة مش هتقدر تطلع قماش. لعيبة الزمالك الحاليين مش هيقدروا يستحملوا الضغط، مش هيقدروا يشتغلوا تحت ضغط. سيبك بقى من أزمات الزمالك والمشاكل المادية وتصدير المشهد إزاي. أنت بتدي الزمالك محتاج لعيبة تستحمل أزمات وتستحمل تأخير فلوس، تستحمل ضغط، تستحمل تكسب والظروف صعبة، محتاج حاجات كتير. ما بقولش إن اللعيبة مش معذورة وان ظروف الزمالك صعبة، ظروف الزمالك في غاية الصعوبة، ولكن الأداء اللي احنا شفناه النهاردة ده مش بتاع الأسامي اللي موجودة في الملعب. ما تجيش النهاردة، اوعى حد النهاردة يقنعني او يقول لي ان 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 أرتا سولار الجيبوتي ده فريق يخسر من الزمالك اقل من 2-3، مستحيلات. حد بقى يقول لي ده فريق كبير، ده فريق غير اللي المقاولين كسبوا 11-1، ده فريق يعني الدوري جيبوتي اتغير، كل الكلام ده انا الحقيقه على المستوى الشخصي مش مقتنعش بيه خالص. الزمالك ده الفرق بينه وبين أرتا سولار الجيبوتي زي من هنا وشرم الشيخ، او زي من هنا وامريكا. انا ما اعرفش الفريق ده، له كل الاحترام طبعا، ولكن انا اعرف الزمالك، اعرف الاسامي اللي موجوده، اعرف اللعيبه، اعرف تقل الفرق، اعرف حاجات كتيره جدا. الحاجات دي النهاردة ما شفناهاش، الحاجات دي مش موجودة النهاردة في الملعب، وده يخلينا نقف يعني نقول ايه، اللعيبة دي مقصرة ولا ما عندهاش بعض اللعيبة، مش كل اللعيبة اكيد. الزمالك محتاج القيد يفتح، محتاج صفقات، لان في لعيبة ما تقدرش، هنقعد نظلمها بقى، هنقعد ندوس بقى انا مش في حالكم وما قدموش افضل ما عندهم. هو الناس مش تحت ضغط، مش هتقدر تأدي. ده المشهد اللي احنا شفناه النهارده. الزمالك محتاج حاجات كتير، الامور الفنيه صعبه. هل دي نهايه المطاف؟ لا مش نهايه المطاف، اكيد اللعيبه لازم تشد نفسها وتكمل بكل الظروف اللي موجوده، ولكن المشهد اللي قدامنا بيقول كده. الاسامي دي لازم تطلع منتج افضل من كده بكتير. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معكم كوره. وضيف حلقتنا النهارده الكابتن سيف زاهر، وبيكلمنا على حل ازمه نادي الزمالك. الكابتن سيف زاهر في كلام من اللي هو بيقوله واقعي جدا. هو حل الزمالك السحري انك تفك القيد وتجيب صفقات، لكن الحل ده من بره حل جميل جدا، لكن خدش جوه الحل يا كابتن سيف هتلاقي نفسك انت بتتكلم في اقل حاجه 300 مليون جنيه مصري. 300 مليون جنيه مصري عشان تسد غرامه شيكابالا واشون بونج وركن لي ابو طيب كمان على جنب، يبقى انت كده فكيت الكيت بتاع نادي الزمالك. عايز صفقات، عايز لعيبه سوبر، عايز لعيبه تعمل اللي انت قلت عليه، عايز لعيبه تكسب تحت ضغط، عايز لعيبه سوبر ستار تمثل نادي الزمالك، فانت بتتكلم في 250-300 مليون جنيه. لا، على اللي هيكسب الانتخابات يحضرهم ويبدا بعد ما يعمل كده يبدا بقى يتعاقد مع احمد ابو الفتوح، يتعاقد مع زيزو، ويبدا بقى اللي ما خدش فلوس ياخد، وكل الامور تستقر ماديا وفنيا و
اداريا في نادي الزمالك. يبقى انت المجلس اللي جاي تجيب لي 300 مليون جنيه ونبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان نعمل الحل الكابتن سيف زاهر قال عليه اللي هو افتح القيد ودعم في يناير وبيشتاق الزمالك، الزمالك شكل تاني. يبقى انت دلوقتي خلاص سيبك من موضوع ال 300 مليون جنيه الحل السحري، مفيش 300 مليون جنيه، في حل تاني يا خواجه اقول لك في حل تاني. اللعيبه اللي بتلعب في نادي الزمالك ما هي اعترفت ان هي اقل من نادي الزمالك، اعترفت بيه بالملعب. السوشيال ميديا مش هتسيبك في حالك، السوشيال ميديا طالما قابلت على نفسك انك تروح نادي الزمالك فانت قابل النقد. الموضوع مش كوره بس، الموضوع موضوع نفسيا. كل الاعلاميين بيقولوا ان الزمالك جاب صفقات اقل من التيشيرت نادي الزمالك، مش دي الصفقات اللي تلعب على بطوله وكلام من هذا القبيل. طب رد اللعيبه كان ايه؟ رد عليا، رد اللعيبه كانت ايه؟ هل اللعيبه اما الجمهور راهن عليها اللعيبه كسبت الرهان اطلاقا؟ اللعيبه حاولت تثبت للجمهور عكس اللي انت شايفه؟ ابدا. اللعيبه يعني اتحكم عليها بدري بدري وهي حكمت على نفسها بدري بدري. حدث بالحرج، اشرف رؤى بيلعب في الزمالك عشان مفيش صفقات، يعني بيلعب 4-5 سنين في الزمالك عشان الزمالك ما عندوش قيد بس، لكن غير كده الطبيعي انه ما يلعبش الزمالك، يلعب أندية تانية هو لعيب كويس بس مش قادر الزمالك. ده اشرف رؤى كتير كتير كله كتير كتير. حمزه البسبوسي نفسه ما يلعبش الزمالك. حسام عبد المجيد بيتدلع. حاتم سكر لا، ده مستوى ب مش مستوى الف خالص. فلا لا الفرقه عايزه تتفرمط. من الموسم اللي فات في الاستوديوهات التحليل يقول لك الزمالك عايز 10 لعيبه الموسم اللي فات. فدي امر واقع ان اللعيبه دي اللي قاعده معاك، اللعيبه دي مش عايزه تغير ليه؟ مش عايزه تقول احنا غير الكلام اللي بيتقال علينا، احنا صفقات ناجحه حتى بالعرق بالمجهود بالقوه. في فرق كتير نص وزنها إرادة وتحدي. فأنت الإرادة والتحدي والعزيمة والقوة والباور واحترام الكرة وأكل النجيلة بيعوض قلة المهارة اللي عندك. طب ترى حتى لو عندك مهارة محتاج الجزء ده، لكن ولا ده ولا مهارة ولا ده، لا كتير كتير عن الزمك. فالحل إن اللعبة دي تبقى رجالة حتى لحد يناير، لان لو انت جبت صفقات اولا مش هتمشي، يعني هنعتبر ان الحل السحري حصل والزمالك فكر كده في يناير. اللعيبه اللي هتيجي قبل ما تنسجم يبقى انت كده كده عليك دور، يا تتفتح بقى في فتحه المطار يا تثبت وجودك. ولسه نقطه من اول الصف، الزمالك في تحدي كبير على فكره، والزمالك عوض هنا امام الترا سرار ان شاء الله في ماتش العوده، ورب الحلقه تكون عجبتكم.